في تصريح له في مجلة التايم أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن النظام الإيراني هو سبب المشاكل في الشرق الأوسط، وأن العمل جاري لإعادة هذا النظام داخل حدود إيران عبر تقليص نفوذه في المناطق التي يتدخل فيها، فيما حذر من التغاضي عن ممارساته في المنطقة. نظام فريد من نوعه ولكن على نحو سلبي وعدائي، فهو مبني على ما يعرفه العالم تجاوز للقوانين والأعراف، ويعتبره أصحابه حقا أصيلا. إن المشروع التوسعي الإيراني الذي كان من المفترض أن يكون خفيا عن العالم، والذي فضحته ممارسات النظام الإيراني على مدى العقود المنصرمة، تتقلص مشاريعه على الأرض يوما بعد يوم، وهو بلا ريب في طريقه إلى مصير الزوال الحتمي. واجه الشرق الأوسط بعد عام 79 إرهابا ودمارا من قبل النظام الإيراني، وفي تصريح له لمجلة التايم الأمريكية شدد ولي العهد السعودي على أن النظام الإيراني هو سبب المشاكل في الشرق الأوسط، ويجري العمل لإعادة هذا النظام إلى داخل حدود إيران عبر تقليص نفوذه في المناطق التي يتدخل فيها. وفي سؤال حول حصول إيران على سلاح نووي، قال ولي العهد السعودي إن إيران هي سبب المشاكل في الشرق الأوسط، لكن لا يشكلون تهديدا كبيرا للمملكة، ولكن إن لم نراقبهم فسيصبحون تهديدا في يوم من الأيام. ولم تكن تخلو إجابات ولي العهد السعودي خلال حواره مع التايم من الاستشهاد بالحقائق والوقائع التاريخية، كما أن المنطقة كان حاضرا. وأكد محمد بن سلمان أن الأمر ليس فقط بين إيران والسعودية، بل هناك العديد من الدول في المنطقة والعالم، وقال إنهم يريدون ضمانة بأنه مهما كان الأمر الذي يريد النظام الإيراني فعله يجب أن يكون داخل حدودهم. وفي سؤال حول مستقبل النظام الإيراني، أكد الأمير محمد بن سلمان أنهم يتمنون أن تحظى إيران كدولة وشعب بمستقبل أفضل بدون أولئك القادة، في إشارة إلى النظام الحالي، مضيفا أنه في حال تغير ذلك فستكون إيران مقربة منهم كما كانت عليه قبل 79. النظام الإيراني هو أكثر ما يحذر منه وينتقده الأمير محمد بن سلمان في مقابلاته الإعلامية، فهو ينظر له بأنه الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن العالمي، إلى جانب خطر الإخوان المسلمين وبقية الجماعات الإرهابية، وهذا ما أسماه الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق بمثلث الشر.